بسم الله الرحمن الرحيم. شباب أولى ثانوي اللي لسه داخلين أول يوم في مرحلة جديدة من عمرهم، تمام. بس كنت لسه السنة دي، يعني مش من أيام بعيدة، لسه طالعين من مرحلة الإعدادية. فأنت داخل مرحلة جديدة وداخل على مواد جديدة خالص، فأنت أول يوم دخلت لقيت الناس بتتكلم في حاجات وبتقول في حاجة عندنا اسمها فيزياء وأحياء وكيمياء ومواد كتير كده عمالة بتتقال وأنت مش داري بالكلام ده كله. بس لسه أنا قايل لك، أنت من أيام قريبة كنت في مرحلة الإعدادية، كنت بتدرس مادة اسمها مادة العلوم، فأنت الكلام اللي أنت هتاخده في المواد ده كلام جه في ودنك قبل كده وسمعته قبل كده كتير. بس إحنا النهاردة جايين نعرفك حاجة في العلوم كلها، بعد كده هنخش في العنوان اللي انت شايفه. ايه هو العنوان اللي انت شايفه؟ احنا النهاردة جايين نشرح كيمياء، بس الاول لازم اعرفك ايه هي الكيمياء او ايه هي المواد اللي انت داخل عليها في السنة الجديد ده معاك. طيب انت السنة اللي فاتت كنت بتاخد حاجة اسمها العلوم. طب ايه معنى كلمة العلوم دي كلها؟ انت كنت اول ما بتيجي تفتح الكتاب بتلاقي تعريفات، بتلاقي عالم قدامك ومكتوب جنبه نظرية العالم الفلاني. طيب احنا ليه بنحط الكلام ده؟ او قانون معين انت شفته وانت بتفتح كتاب العلوم؟ طبيعي انت عندك مادة الرياضة كده كده انت متعود عليها من ابتدائي واعدادي وداخل على الثانوي، فانت طبيعي عارف. طيب الثلاث تفريعات بقى اللي انا لسه قايل لك عليهم دول لسه جداد عندك خالص. فاول حاجة عندك، انا جاي اعرفك ايه هي او ليه سميناها اصلا مادة العلوم. العلوم دي اصلا جمع كلمة علم. طيب ايه هي كلمة علم اصلا؟ لما انت بتفتح كتاب العلوم في اي سنة من السنين اللي انت دخلتها بتلاقي على طول قدامك مربع وفيه حاجة مكتوبة فوق وتعريفها تحت، فده بيجي لك على طول اسئلة مصطلح علمي واسئلة اختياري ومسائل وحاجات في الواجب كتير كنت بتحلها. طيب احنا قلنا ليه عليها العلوم؟ لانك انت عندك على طول ثلاث ابواب، كنت بتبص كده تلاقي باب مسائل كتير وباب يقول لك الذره الفلانيه مالها او توزيع الكتروني لعنصر معين، بعد كده يقول لك الجمل اللي بيمشي في الصحراء وبيعطش او ليه ما بيعطشش عشان فيه مش عارف الكلام الكتير اللي بيتقال في الاخر ده ومعظم الناس مش بتحبه ولا حد يبص فيه. بس انا جاي اعرفك برضو النهارده ليه احنا كنا مسميين دي العلوم وليه جزأناها لما كبرت. انت الكيمياء والفيزياء والاحياء عباره عن توسع شويه في ماده العلوم اللي انت اخدتها. طيب زي ما انا قلت لك ان انت عندك حاجه اسمها العلوم كانت جمع كلمه علم. طيب ايه هو العلم؟ لما انت بتفتح الكتاب وتلاقي في حاجه اسمها تعريف الحاجه الفلانيه او ده قانون للحاجه الفلانيه او العالم الفلاني جه وراح قايل لي كلام هنا، فانا عايز اعرف كل حاجه بقى بتتقال في الكلام ده. فطبيعي ان اي درس عندك بيبقى فيه مصطلح علمي واختياري ومسائل وحاجات زي كده بتتحل. فطبيعي انت لما بتشوف اي درس في ماده العلوم اللي انت كنت بتاخدها السنه اللي فاتت وعلى مدار 6 سنين من اول ما دخلت سنه رابعه لحد ما دخلت ثالثه اعدادي وخلصتها وجبت مجموع ودخلت معانا ثانوي، فانت طبيعي كنت بتذاكر تعريفات وبتذاكر قوانين كانت موجوده معانا في المنهج وبتحل عليها مسائل وسمعت عن كذا عالم بيتقال. فالعلوم كانت جمع كلمه علم اللي هو بقى انا جاي اعرفه لك النهارده. طيب العلم ده بقى ايه هو؟ اي حاجه يا سيدي عندك ليها تعريفات، فيها حاجة أنت شفتها بعينك أو ما شفتهاش بس هي موجودة، يعني في حاجات ترى بالعين المجردة ولا ترى بالعين المجردة، فطبيعي دي حقيقة معاك خلاص بنحطها في ناحية العلم. طيب يا سيدي قانون أنت حليت عليه زي أبسط قانون بيتقال في كل حاجة، قانون الكثافة مثلا. طيب في نظريات زي العالم الفلاني زي ما أنت خدت مثلا في تانية إعدادي مندليف ورذرفورد زي ما أنت بقى بتسمع علماء كتير وزي ما خدت علماء تانية في الأحياء بيتقال مثلا في الوراثة مندل يعني كم حشو العلماء اللي بيتقال في كل المواد ده كل ده في الآخر بندرجه أو بنحطه تحت كلمة علم اللي هي أنت كنت بتاخدها زمان علوم. فأنت لما دخلت سنة جديدة ما بقتش عارف
ايه الكم الكلام الكتير اللي انت بتاخده ده، بس هي نفس يعتبر نفس الكلام اللي انت خدته زمان. فانت كده طبيعي لما انا اجي اتكلم في علم الكيمياء ماشي، ما تزعلش ولا تتضايق ولا تشتمني ان انا هقعد اقول علماء كتير ونظريات كتير وقوانين كتير وهتاخد مسائل كتير وهنعمل حاجات كتير قوي مع الفيزياء والكيمياء والاحياء. ما تتضايقش يعني، انت خلاص انت داخل على حاجه اسمها علم الكيمياء او الفيزياء او الاحياء، فانت ما تتضايقش انك هتاخد نظريات واسامي علماء رايحه جايه، لانك انت خلاص احنا كده عودناك او عرفناك انك داخل على ليله. فما تعتبرش ان اول حصه مش فيها عالم، لا هي تاني حصه هيبقى فيها، تاني حصه فيها، فاعتبر انك هتاخد علماء كتير ونظريات كتير وقوانين كتير وهتحل عليهم كتير. فطبيعي انا النهارده جاي اتكلم في علم من العلوم اللي انا قلتها لك دي، ايه هي بقى؟ جاي اتكلم في علم الكيمياء. طيب احنا قلنا في مفاهيم ونظريات وحقائق وكلام كتير زي كده، فطبيعي ان انا هاجي اعرف علم الكيمياء عشان تبقى عارف انت داخل على ايه. طيب ايه هو علم الكيمياء؟ ببساطه جدا، انت خدت زمان ان انا لما يكون عندي ماده معينه بدرس بقى الخواص بتاعتها والتفاعلات بتاعتها والحاجات اللي بتأثر عليها ولما احطها فين يحصل ايه والكلام ده. طيب ده ملخص علم الكيمياء. يعني ايه ملخص علم الكيمياء برضو؟ يعني انا بجيب الماده المعينه دي وادرس التفاعلات بتاعتها في الظروف العاديه بتاعتها خالص، من غير ما اثر عليها باي حاجه من بره، من غير بقى ما اعمل عوامل الزياده والشغل اللي انا بعمله بره. انت لازم بس تعرف ان انت بتدرس الماده والخواص بتاعتها وخواص الجزيئات والذرات بقى اللي جوه دي. فده تعريف علم الكيمياء، ان انا باجي معايا ماده معينه رحت دارس الخواص بتاعتها والذرات بتاعتها وخواص بقى الكلام الكتير اللي جوه دي والالكترونات واللي بيدور حوالين النواه، كام الكترون والالكترون اللي هيفقد والالكترون اللي هيكتسب والكلام الكبير اللي بيتقال ده، ماشي؟ طيب الكيمياء مش لوحدها ولا هي طالعه يعني شيطاني زي ما بيتقال، هي زي باقي العلوم وزي كل الحاجات البني ادمين اللي هم احنا عارفينها من البني ادمين اللي قبلهم، زي البني ادمين اللي قبلهم عارفينهم من اللي قبلهم، وهي جايه كده كل حاجه جايه تراكمي. يعني من اول واحد خالص لعند دلوقتي هي بتطلع معانا شويه حاجات فوق بعضها، فبنعرف ان ده في الاخر المادة المعينة او العلم المعين بنتعلمه من اول ناس، زي ما كل حاجة بتتقال ايه اول ناس عملوها؟ المصريين القدماء. فكل حاجة بنسيبها للمصريين القدماء، عشان كده انا مش هكون مختلف عن الناس وهاجي اقول لك النهاردة حد تاني هو اللي عاملها، لا انا هاجي برضو النهاردة اقول لك الكيمياء برضو احنا واخدينها من المصريين القدماء. زي ما انت ما بتشوف التحنيط وبتشوف دبخ الجلود وبتشوف صناعات تانية زي المعادن اللي طلعت، كان المعادن دي طبعا محتاج حاجات تانية عشان خاطر تظبط المعدن اللي معاك او كده، او في معادن كانت موجودة زمان. فكل الحاجات دي عبارة عن كيمياء، واحنا استفدنا من المصريين القدماء او من الناس زمان ان احنا وعينا لقينا في معادن بقى وفي حاجة اسمها تحنيط. كل ما بنفتح النشرة بنلاقي كلمة تحنيط، فانت طبيعي الكلمة دي مش جديدة على ودنك وسمعت عنها كتير، فاحنا عارفينها من وقتها. طيب يا سيدي اي علم بالنسبة لي في شجرة، يعني ايه شجرة؟ انت عندك اي علم بنقول عليه زي الشجرة كده اللي هو مش طالع لوحده، يعني مثلا زي لو قلنا شجرة الاستفندي او شجرة البرتقال، مش هتمد ايدك تجيب برتقالة واحدة وكده الشجرة شكرا، لا في شجر كل الشجر ليه فروع وليه حاجات كتير موجودة فيه، زي ورق غصن كده وغصن الناحية دي وغصن الناحية دي وحاجات كتير، مش بيبقى طالع كده عود لوحده بنشد الثمرة منه ونمشي، لا بيبقى فيه ثمر كتير كده ومش ثمرة واحدة وبنيجي نقطفها ونمشي. بس الكيمياء هي زي الشجرة كده، أو كل العلوم يعتبر زي الشجرة ليها فروع ليها حاجات تانية ممدودة منها، كل شوية يطلع لك علم معين، كل ما تمشي في الكيمياء او كل ما تتسلق شجره الكيمياء هتلاقي فرع معين هيقابلك في وشك. ده اللي انا هاجي اقوله لك النهارده، يعني فروع الكيمياء بانجاز، بعد كده انت تبقى تخش فيهم براحتك، انا مش هدخلك فيهم النهارده خالص. ماشي يا سيدي، اول فرع عندنا حاجه زي الكيمياء الفيزيائيه، الكيمياء الحيويه، الكلام ده هنقول لك عليه، بس انا بس عايزك تسمع عن المصطلحات كده عشان ما تجيش بعدين تقول ايه يا عم الحاجات دي انا ما سمعتهاش، لا انا هقول الاسم واعرف على طول ماليش علاقه بيه، الكلمه بس لازم تكون سامعها مني النهارده.
كيمياء حيويه اللي هي ليها علاقه بالاحياء والكلام الجامد ده، الحاجات اللي بتحصل جوه جسمك في الاجهزه، واحده واحده بتفهم الكلام ده. كيمياء فيزيائيه، كيمياء تحليليه، يلا يلا دوس. انواع الكيمياء كتير وانت عندك في الكتاب وهتقراها. طب ايه هي بقى مجالات علم الكيمياء؟ انا قلت لك في حاجات خدتها انت في الاعدادي بتقول لك الذره والجزيء والكلام اللي كنت انت بتطنشه وما بتذاكرش وبتنقش الواجب من الاجابات، انت هتحتاجه هنا بقى. ويا ريت ما تنقش الواجب من الاجابات عشان خاطر الكلام ده ما يتوهش منك. ليه؟ لان انت الكلام ده لو انت مش مذاكره او مش فاكره من الاعدادي فده سنه بسيطه سهله، لو ما افتكرتوش في اولى سنه وبعد الشرح فانت كده عندك مشكله، لازم تقعد تذاكر تاني. شغل النقش من الاجابات مش هيفيدك، ماشي؟ عايزين بقى نقول ايه هو مجال الكيمياء. لما احنا كنا بنقول عندنا ذره معينه او عنصر معين زي الان ايه مثلا، بنيجي ندرسه ازاي؟ بنقعد نقول توزيعه الالكتروني، نوزع الالكترونات 2 8 1 اللي هم كانوا 11 العدد الذري، فبنيجي نقول ده فلز. ليه فلز؟ لان هو هيفقد الالكترون وشكرا والكلام الكبير اللي احنا كنا بنقوله ده. بعد كده نبص على مركب نشوفه مثلا مرتبط مع بعضه برابط ايه، او نشوف الرابطه الايونيه، الرابطه التساهميه، نوع الرابطه التساهميه اللي فيه. ده بقى تخصص علم الكيمياء. ده في الانجاز يعني الكلام ده بيتقال انك بس بتعرف العنصر او التفاعل العنصر او العنصر ده هيتفاعل ازاي مع الايه، يعني انا اجيب عنصر وعنصر هيتفاعلوا مع بعض ازاي عشان يكونوا لي مركب تاني، لان المركب طبعا انت بتعرف ان هو حاجتين مختلفتين. نفس الكلام اللي انت كنت بتسمعه زمان. فيا ريت الكلام اللي كان تايه منك ما يتوهش منك السنه دي. بعد كده يا سيدي الكيمياء دي بنستفيد منها في حياتنا الطبيعية في مجالات كتير زي الطب، الهندسة، الزراعة، الحاجات مثلا لما بتشوف الدكتور الصيدلي عشان يديك دواء لازم يبقى عارف الحاجات اللي فيه، ان هو هيعالج لك ايه بالظبط، انت تروح تشتكي كذا فهو مش هيديك الدواء كده وخلاص، لازم يبقى عارف الكيمياء اللي في اللي جسمك هيستفاد منها من الدواء ده. فهو ده ملخص موضوع الطب. طب في الزراعة ان انا مثلا النبات ده هينمو ازاي، او البيئة اللي هو محطوط فيها ده مش هينمو فيها، او الحاجات اللي محتاجها النبات من العناصر الغذائية او الكلام ده. فنفس الكلام ده اللي استفادة منه في الزراعة. تشبيه ليك كده بس بسيط، ان ممكن نقاوم التلوث او حل مشكلات بالكيمياء زي تلوث الهواء والماء. في برضه حاجه مشهوره انتوا عارفينها كلكم، يعني مثلا حاجه زي الميك اب. الميك اب بيبقى ماده كيميائيه بتعمل مشكله معينه او بتداري مشكله معينه، فهو نفس الحاجه يعتبر ماده كيميائيه. فالكيمياء يعتبر داخله في كل حاجه، فواحده واحده هتكون او واحده واحده هتعرف الدنيا ماشيه ازاي بعدين. بعد كده يا سيدي عندنا حاجة اسمها الكيمياء مركز العلوم، او زي ما انا بقول عليها ان الكيمياء دي محور الكون. يعني انت ما ينفعش تعمل حاجة من غير الكيمياء معاك. لما حد يكون مفكر نفسه محور الكون، لا، الكيمياء هي محور الكون، ما حدش يفكر نفسه مكانها. هي بس النمبر وان قشطة، يعني ما عنديش مشكلة، ماشي. فالكيمياء بترتبط معايا بعلوم كتير جدا، او بمعظم، او هي بترتبط بتخش معايا في كل العلوم يعني. بس اهم علوم معايا موجوده في الطبيعه حاجه زي الاحياء، فيزياء، طب، صيدله، زراعه، الحاجات اللي بتبقى موجوده في يعني يعتبر احنا هنا الحاضر بالنسبه لوضع المنهج كان ده المستقبل. فالحاجات اللي انت بتستعملها دلوقتي كان بالنسبه لايام وضع المنهج ده كان كنا احنا المستقبل. فانت بقى هتشوف عندك التليفون، هتشوف مثلا عندك السمارت تي في، الحاجات اللي هي البي سي اللي انت بتشتغل عليه، الكمبيوتر يعني، او جهاز البلاي ستيشن. في حاجات كده كتير انت بتستعملها بالنسبه لزمن وضع المنهج كان ده المستقبل، بس انت بالنسبه لك ده الحاضر. في حاجات انت بالنسبه لكمان سنه مش هتبقى عارفها، فده بالنسبه له مستقبل، بيدخلوا برضو في الكيمياء وبيدخلوا في علوم كتير، بس اساسي معايا علم الكيمياء. ما ينفعش ابدا اي حاجه من غير الكيمياء.
مثلا يا سيدي عندنا حاجه بتخش فيها زي البيولوجي، احنا قلنا خمس علوم، كيمياء مثلا والاحياء والزراعه والصيدله والطب وعلوم المستقبل اللي احنا قلناها. فانا جاي اعرفك بقى ان مثلا الكيمياء ايه فايدتها في مجال زي البيولوجي او الاحياء. انت عندك لما بتيجي تدرس الجهاز الهضمي في الاحياء بتيجي تقول في عندي انزيمات والجهاز الهضمي ده اساسه بياخد الطعام عشان يهضمه وعشان جسمي ياخد العناصر الغذائيه من المكان ده، وانت طبيعي بتبقى عارف ان ايه هي العناصر الغذائيه او المفروض يعني مقرره عندك السنه دي حاجه اسمها سكريات وبروتينات ودهون وكلام كتير قوي كده هتاخده هتستفاد منه ازاي. فالكيمياء بتيجي تعرفك ايه هي بقى الحاجات دي، الانزيمات اللي بتهضم والبروتينات بتحصل ايه او بتخش الجسم عن طريق ايه، بعد كده بيحصل لها ايه عشان تخش العضل بتاعك. الناس اللي بتتمرن حديد هتفهم الكلام ده اللي هو بيبقوا عايزين ياكلوا بروتين كتير عشان العضله. فهي دي يعتبر الكيمياء بتيجي تمسك الجزء ده وتقول لك انا هستفاد بيه ايه في المجال ده. فبقى معانا طبيعي حاجه اسمها الكيمياء الحيويه اللي هي بتختص او بتدرس المكونات للخلية الحية. يعني ايه الخلية الحية؟ اللي هي بتبقى موجودة في جسمنا او الحاجة الحية. انت كائن حي جواك اجهزة، فالاجهزة دي مكونة من اعضاء، الاعضاء دي بقى بتتكون من انسجة، الانسجة خلايا بتمشي بالترتيب ده كده. فالكيمياء بتعرفك ايه بقى الحاجات اللي انت بتاكلها او بتعملها بتأثر على الخلايا دي من العناصر. زي ما انت مثلا بتيجي يقولك كل سمك عشان الفسفور، كل بيض عشان البروتين، اشرب لبن عشان مش عارف ايه، ما تاكلش الرز وكل اللحم والسلطة عشان خاطر تستفاد منها في بناء جسمك، ما تكترش عيش عشان مش عارف، او كل عيش عشان خاطر النشا، اشرب عصير عشان تستفاد من العناصر اللي فيه. يعني بتسمع انت رايح جاي الكلام ده كتير، فده الكيمياء هي اللي بتحدده لك. يعني مثلا في ناس بتقول لك ايه ما تكترش الحاجه الفلانيه عشان هتتعب منها، فالكيمياء هي اللي قدرت بالنسبه لي وقالت لك مثلا ما تاكلش عشان خاطر كذا او كل عشان انت تستفيد منها. نفس حاجه داخله هنا الكيمياء وداخله هنا الكيمياء، فبقت كيمياء حيويه معايا عشان خاطر تختص بدراسه الخلايا الحيه اللي موجوده جوه جسم الكائن الحي. بعد كده عندنا ان احنا عندنا علاقه ما بين الكيمياء والفيزياء. مبدئيا في كلمه تكامل هتلاقوها في الكتاب، فالكلمه ما تخضكش قوي، احنا هنا مش عندنا كلمه صعبه، احنا الكلمه عباره عن ايه؟ ان ده علم بيكمل ده، او ده موجود الاثنين بيشتركوا في الحاجه دي عشان خاطر يطلع لك الحاجه الحلوه اللي انت هتشوفها. يعني العلمين ما بيمسكوش في بعض ضرب، لا هم بيساعدوا بعض عشان خاطر يطلعوا لك الحاجه الحلوه اللي انت هتشوفها. طيب تاني حاجه عندنا هي حاجه اسمها التكامل، او انا بسميها على طول يعني عشان انت تبقى عارف، انت عارف على طول اشتراك العلمين هيطلع لك حاجه حلوه، بس انا بقول على طول الكيمياء مع الفيزياء. يعني ايه الكيمياء مع الفيزياء؟ تكامل او علاقه الكيمياء مع الفيزياء انها بتدرس الخواص بتاعه الماده المعينه. فبتيجي مثلا تبص على الماده كده او على الحاجه، هي اي حاجه عندنا في الطبيعه بتعتبر ماده، فانا لما ببص عليها بقدر احدد الحاجه دي من حيث سرعتها، كتلتها، كثافتها، مثلا بتدوب ما بتدوبش، انت بقى عارف التفاصيل بالخواص الفيزيائيه اللي بتبقى في الماده. فطبيعي انا باجي ادرس الكيمياء الفيزيائيه باجي اشوف الفيزياء بتاعه الماده نفسها. فيعني ايه بقى علم الكيمياء الفيزيائيه او الكيمياء الفيزيائيه دي؟ انا بعرفها بايه؟ هو اي علم بيقدر يحدد خواص وحركه جزيئات الماده. يعني اي ماده موجوده في الطبيعه ليها جزيئات، ليها ذرات، بعد كده بنبص على الجسيمات، يعني بنقول الجسيمات دي خواصها ايه، تنتشر في الفراغ ما بتنتشرش، بتدوب ما بتدوبش، التفاصيل بقى اللي انت عارفها دي، يعني مش لازم نغوط فيها قوي لانها مش مطالب عليك انك تغوط فيها دلوقتي. تالت حاجه بقى معانا بتبقى علاقه الكيمياء مع الصيدله والطب والادويه والكلام الكبير ده، اللي هو يعني ان شاء الله لو اهتميت معانا السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها استحمل 3 سنين هيبقى ده مجالك على طول لو دخلت علم علوم طبعا. فانت بتيجي بعد كده تشوف يا سيدي
تعريف الدواء عشان تقدر تحكم على الكيمياء بتبقى عامله ازاي جوه. انت لما بتتعب بتروح للصيدلي، يعني ثلاث ارباع الناس ما بيكشفوش اصلا، بيروحوا للصيدلي على طول يقولوا انا تعبان في الحته الفلانيه، فهو بيديهم دواء معين يروق او يخلي الحاجه دي ترجع تاني زي زمان، مثلا وجع في بطنك فبيخلي الوجع ده يروح فبطنك بترجع سليمه زي الاول عشان تقدر تعيش يومك ما تفضلش توجعك كتير. فالدواء ايه علاقته بالدرس؟ الدواء ده بيعتبر ماده كيميائيه او هو ماده كيميائيه بتعالج حاجه معينه ليها خواص علاجيه بتعالج حته معينه في جسمك. بنعرفها ازاي؟ بتبقى انت جاي معايا عنصر معين اللي هو في الحاجات بتاعت الكيمياء بقى ماده كيميائيه معينه، انا باخلطها على ماده كيميائيه معينه، ده في المصانع طبعا بتاعت الادويه، بتكون لك دواء جديد ينفع يعالج المنطقه اللي انت بتشتكي منها. فده عباره الكيمياء مع الطب والصيدله والبقى مجال الطب والادويه والخلايا اللي بتمرض بعد كده، بنشوف الانزيمات والخلايا الهضمه بقى وبنشوف ايه كل حاجه لها علاقه بالطب في الجزئيه دي، بتبقى انزيمات وادويه على طول. يعني هو بيتكلم معاك في الادويه بالنسبه للعناصر او المركبات اللي بتتحط على بعضها وبعد كده بتيجي تعالجك انت. فالكيمياء بتعالج برضه فليها خواص علاجيه اللي هي علاقتها مع الطب والصيدله. رابع حاجه معانا اللي هي بتبقى تكامل او علاقه الكيمياء بالزراعه. يعني ايه علاقه الكيمياء بالزراعه؟ انا عندي قطعه ارض جبت مثلا المهندس عشان يشوف الارض دي هتنفع يتزرع فيها ايه، وايه الحاجه اللي انا هعوز اديها للنبات عشان ياكل كده، زي ما انت مثلا بتعوز تاكل اكل معين، لما انت بتروح الجيم بتعوز بروتينات، نباتك بقى بتعوز اكل معين او عناصر غذائيه معينه موجوده في التربه اللي هي هتتزرع فيها عشان خاطر تنمو وتطلع وتطلع لك الثمار والفواكه والخضرات اللي انت بتشوفها. فنفس الحاجه الكيمياء بتخش معايا في الزراعه عشان اعرف التربه دي مثلا او الارض اللي انا هزرع فيها ارض مناسبه للزراعه. عندي حشرات او متطفلات على النبات فانا محتاج اخلص منها عشان خاطر ما يبوظش فالمحصول يطلع تمام او ما يبقاش فيه حاجه بايظه. فباجيب حد متخصص في الكيمياء في مجال الكيمياء والزراعه ده بالذات عشان خاطر يجيب لي الحاجه اللي هتموت لي المخلوق او المتطفل على النبات ده، او بيقدر يشوف لي الارض دي محتاجه عناصر غذائيه قد ايه عشان ما كبش على الفاضي عناصر غذائيه، او امنع بنسبه او اديه بنسبه اقل فيبقى في خلل معايا، فيبقى في مثلا هو محتاج اكتر او محتاج اقل من اللي انا برميه، فانا اديني وفرت فلوس او اديته اللي يحتاجه بالظبط بدل ما ادفع فلوس في الارض اللي هو ايه رميت فلوس وما جابتليش حاجه في الاخر. فهو بيجي راجل متخصص في العلم ده يقدر يحدد نسبه العناصر الغذائيه اللي النبات هيحتاجها من التربه، وبيقدر يحدد التربه دي اصلا تنفع ولا لا، بدل ما انا اجي اظبط الارض وارمي الحاجات واقعد مثلا مستني 6 اشهر عشان خاطر الحاجه تحصل. طب يا حاج اصلا الارض مش نافعه، والله ما حدش قال لي. طب ما احنا في حد هنا متخصص في المجال ده يجي يقول لك لا ما انا ما عرفتش بقى خلاص شيل شنتك. فبدل ما انت تشيل شنتك في حد يجي يعرف تخصص، حد ليه في التخصص ده يجي يعرفك بقى الحاجات دي اللي هي النبات ياخد عناصر غذائيه اكتر عناصر غذائيه اقل من اللي انت كنت هتجيبه، المكان اصلا ينفع ولا لا، لو في تطفل على النبات من المخلوقات اللي بتتطفل نلاقي لها علاج بسرعه او نلاقي لها علاج بيخليها مش موجوده اصلا. بعد كده يا سيدي عندنا خامس حاجه اللي هي علاقه الكيمياء بالمستقبل او الحاضر يعتبر يعني معانا. يعني ايه كيمياء والمستقبل؟ احنا بنبص مثلا معانا هتبص على شريحه اي حاجه هتلاقي فيها حاجات دقيقه جدا، لما الراجل يجي يصلح بيبص كده من تحت عدسه ويقعد يعمل كده وانت تقعد عايز نفسك تلعب بالعدسه دي زي ما كلنا نفسنا نلعب بيها. فانت بتيجي حجم النانو ده حجم صغير جدا المفروض يعني تبقى سمعت عنه قبل كده بس انت ما بتديلوش اهتمام او ما حدش بيديله اهتمام، اللي هو مقياسك الطبيعي بتضربه في 10 اس سالب 9 فاللي هو ان ام رمزه يعني نانومتر. فانت لما بتيجي ما حدش بيديله اهتمام بس انت المفروض تكون سمعت عنه.
فده بيبقى الحاجات الصغيره دي بنستعملها في مجالات كتير موجوده دلوقتي، في مجال الطب، في مجال الصناعه، في مجال التكنولوجيا والحاجات بقى اللي معانا دي. وفي حاجات برضو بتخش في مجالات اللي احنا خدناها بقى، اقول بقى زي الزراعه والكلام الكبير اللي زي كده. ودلوقتي بقى علم لوحده اسمه نانو متر يعني، ف او علم النانو او تكنولوجيا النانو بتبقى لوحدها كده يعني، سحبت نفسها وخلتنا لسنين ضوئيه قدام شويه، بتبقى هي سابقانا بسنين ضوئيه يعني زي ما بيتقال. ماشي، فاحنا كده يعتبر خلصنا تعريفي الكيمياء في الاول. احنا كده خلصنا اول حصه، دي كانت حصه تعريفيه للمنهج عشان خاطر ما تظنش ان ده المنهج بتاعك وتقول يا ده منهج سهل، او تكون حضرت اول حصه عند في اي علم من العلوم التانية زي الفيزياء والاحياء والرياضه وكده وتقعد تقول ايه ما هي سهله. لا، احنا لسه بتبقى اول حصص دي تعريفيه يعني. احنا النهارده خلصنا اول حصه تعريفيه، وان شاء الله الحصه الجايه هنبقى نتكلم بقى عن المنهج باستفاضه شويه، ونبدا نحكي ونشوف الحاجات اللي بتيجي في الاسئله وانظمه بقى الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات هناكد عليها بس بالترتيب، مش هنسبق الاحداث. انت في حاجه ما فهمتهاش من النهارده ممكن تقول لنا في الكومنتات، وان شاء الله من بدايه من الحصه الجايه هنبقى نسيب لينك التواصل تحت برضو في الكومنتات، وهنشوف عشان هيبقى الحصه لها واجب واسئله وكده، فان شاء الله يعني سوي سبسكرايب واستنينا.